برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج آخر ساعة. النهاردة هيكون معانا عدد من الموضوعات والملفات المهمة، يمكن زيارة أو الحوارات ما بين سنغال ومصر في الفترة الأخيرة هنلقي الضوء عليها بشكل كبير، وعلى التأكيد كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتزازه بما يجمع بين مصر وسنغال من روابط ممتدة. ده كان من خلال المؤتمر الصحفي المشترك اللي جمعه مع نظيره السنغالي بقصر الاتحادية. بالنسبة لي فقرتنا الرئيسية النهاردة هنتكلم عن الأطفال وحرص كمان الدولة على إعطاء أولوية خاصة للأطفال بهدف الارتقاء بمؤشرات نموهم في كافة المراحل العمرية بدءا من الألف يوم الأولى في حياة أي طفل. دي بتعتبر مرحلة مهمة جدا في كافة النواحي، سواء الصحية التعليمية النفسية والوجدانية والثقافية، لأنه أطفال النهاردة هم شباب المستقبل، لابد أن احنا نهتم بيهم في كافة هذه النواحي علشان نقوم بتربية نشأ صحي، يعني ليس فقط صحي من ناحية الغذاء ولكن حتى نفسيا يقدر ان هو يشتغل ويعمل في بيئة نظيفة، وفي نفس الوقت ان هو يكون نفسيا قادرة على العمل. في الفقرة الأخيرة هتكون معنا النهاردة وكالعادة وزي ما دايما بنعود حضراتكم بيكون معنا بعض النماذج المضيئة والناجحة في مجتمعنا المصري، علشان دايما نقول للناس ان احنا عندنا نماذج ناجحة في كل المجالات في كافة القطاعات، ايا كان بقى الفئة العمرية اللي بتكون معانا، سيدات رجال وايا كان برضو سنهم ايه، لكن بنفتخر ان هم بيكونوا معانا علشان دايما احنا يعني بنقول ان هم دول اللي لازم دايما نحتذي ونقتدي بيهم، واللي لازم كمان نوري اطفالنا ونعلمهم ان احنا لازم نكون زيهم. النهارده هيكون معانا استاذ بالفيزياء النووية النظرية جامعة القاهرة، هو قدر ان هو يحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الفيزيقية في 2021. هنتكلم عن رحلة كفاحه ونجاحه كالعادة. نروح بقى للعلاقات ما بين مصر والسنغال. عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن اعتزازه بما يجمع بين مصر والسنغال من روابط ممتدة، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي كان في قصر الاتحادية أكد الرئيس السيسي التطلع لمزيد من التعاون بين مصر والسنغال. نتابع. إنه لمن دواعي السرور البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس ماكي سال والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، والذي تربطني به علاقة أخوة وصداقة تواطدت منذ زيارتي للسنغال في إبريل 2019. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة. وفيما يتصل بمشاورتنا اليوم فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي. وأكدنا كذلك على ضرورة تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا والحد من تأثيرها على البلدان الإفريقية، وأن هناك أهمية لتضافر الجهود القارية من أجل نفاذ كافة الدول الإفريقية للقاحات. تتزامن زيارة آخر رئيس ماكي سال مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأود أن أتقدم لفخامته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة. ولقد ناقشنا تأثير جائحة كورونا على القارة الإفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كافة الدول الأفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها في القارة والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الإفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي. وكالعادة وزي ما دايما بيأكد الرئيس السيسي، أن مصر دائما على استعداد لدعم الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا للتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية. وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب. من جانبه ثمن رئيس السنغال ماكي سال العلاقات التاريخية اللي بتجمع ما بين مصر والسنغال، مشيرا إلى العمل على توقيع اتفاقيات في مجال الطيران لتيسير النقل الجوي بين البلدين. نتابع. إن زيارتي تأتي في أعقاب زيارتكم أنتم سيد رئيس في أبريل 2019 في السنغال ومشاركتي في مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ في العام نفسه، والعلاقات بين دولتينا ما زالت علاقات عريقة لأننا نتقاسم نفس الحضارة المتأسسة على الأمور الروابط المشتركة وتقارب وجهات النظر فيما بيننا فيما يتعلق بالمسائل الأساسية والتي تهم إفريقيا والعالم بأسره. إنني جئت وأنا أثمن العلاقات التاريخية مع أخي وصديقي السيد الرئيس السيسي، وهذا هو مغزى هذه الزيارة. نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا. نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة. Thank you.
الدكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الإفريقية، برحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور خالد، خلال 7 سنوات كيف نجحت مصر في إعادة العلاقات بهذا الشكل مع الدول الإفريقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المهمة وقال على نفسه أن تكون مصر قد الدنيا، ودوت ما جاش من فراغ، ده جاي وراه عمل دؤوب استطاعت مصر فيها أنها تحقق العديد من النجاحات على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. شفنا فيه تواصل ما بين مصر وما بين العديد من الدول الأفريقية، يمكن تقريبا معظم الدول الأفريقية كان فيه زيارات على المستوى الرئاسي أو على المستوى الوزاري، بالإضافة للمشروعات التنموية اللي استطاعت مصر أن هي تقدمها للعديد من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها يمكن واللي برزت فيه أكثر مصر خلال الفترة الماضية عملية مكافحة الإرهاب والقضاء على أو المساهمة في تقليل أخطار جائحة كورونا. ويمكن دوت يمكن القارة الأفريقية يمكن من القارات اللي ما خدتش حظها من اللقاحات في هذا التوقيت. دكتور خالد، يمكن في هذا الشأن دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي شفناه في منتدى شباب العالم أو حتى في مختلف المحافل الدولية، حتى كمان في مؤتمر المناخ، دائما ما يتحدث على أنه لابد أن يكون في عدالة في توزيع اللقاحات، وأنه هذه الدائرة هتفضل يعني مغلقة لو ما كانش في عدالة أو تنازل من بعض الدول الكبرى للملكية الفكرية الخاصة باللقاحات، وأنه إحنا كمان الدول الإفريقية من حقها أن هي يكون عندها أو يكون في لقاحات زيها زي باقي دول العالم علشان الجميع يشفى من الفيروس ومتحوراته المختلفة. ده أهميته إيه؟ شفت ده أهميته إيه والتحدث دائما باسم القارة الإفريقية وبالأخص في موضوع اللقاحات؟ هو طبعا لما تكون الدولة قوية وتستطيع أن هي تصنع، عندها قدرة لصناعة الدواء أو صناعة اللقاحات في القارة أو في عدة دول، طبعا ده بيديها مناعة كافية، بيديها قوة في مواجهة هذا التحدي العين، وخصوصا مع إحجام الدول الكبرى عن تقديم هذا الدعم الصحي للدول الأفريقية. ويمكن قارة أفريقيا برضو كانت من يعني لظروفها كانت من الدول القارات المحظوظة في العالم، إن تم يعني الوباء جه متأخر بعد فترة، إلا إن الإجراءات الاحترازية اللي مصر قدمتها واللي استطاعت إن هي تمد يد العون للعديد من الدول الأفريقية، استطعنا من خلال هذا الدعم ومن تبادل الخبرات في المجال دوت إن احنا يعني نقلل بشكل كبير من حدة الجائحة لدى الدول الأفريقية. مسألة توطين صناعة اللقاحات طبعا يمكن مصر رائدة في هذا المجال، وإن شاء الله هنتوصل في القريب بإذن الله يعني لوجود بعض المصانع اللي تتمكن لتصدير هذه الصناعة لباقي الدول الأفريقية، وده شيء طبعا مهم جدا لصالح المواطن الأفريقي. ودوت يمكن من ضمن أجندة 63 أن القارة الأفريقية تنعم بالهدوء والاستقرار، المواطن يشعر فيها بالأمن والأمان، نقدر أن احنا نواجه التحديات بحلول أفريقية في الداخل. طيب أخيرا لو جينا تكلمنا عن العلاقات المصرية السنغالية، الخبراء دايما بيصفوا هذه العلاقة بالعلاقة النموذجية الشاملة، لو تكلمنا عن أوجه التعاون ما بين مصر والسنغال اللي هنشهدها خلال الفترة المقبلة. لو شفنا حضرتك احنا موقع الدولتين، يعني الدولة مصر في الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، والسنغال في أقصى قارة أفريقيا في الغرب قارة أفريقيا. العلاقات بين الدولتين كل دولة بتحتاج للثانية عشان تكون داعم ومساند لها في المنطقة بتاعتها. يعني مصر إن شاء الله تكون أحد أوجه الدعم للسنغال في غرب أفريقيا، وخصوصا مع في منطقة غرب أفريقيا وما تشهده من تحديات ومتمثلة يمكن في الإرهاب وبعض
يعني الهجرة غير الشرعية، وبالإضافة لعمليات التسلل، كل ده بتخلي في يعني أوجه التعاون أكثر، وخصوصا مصر زي ما قلنا إن هي رائدة في مجال مكافحة الإرهاب. أما السنغال فعايزة تكون ليها يعني مكانة في شرق أفريقيا ومنطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، وده هيبقى الداعم ليها مصر في هذا الاتجاه، بالإضافة لعملية التبادل التجاري وعملية تيسير الطيران للندبي الرئيس السنغالي وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في هذا المجال، هتفتح مجالات أرحب للتعاون المستمر بين الدولتين في المجال الاقتصادي، أيضا في مجال القدرات العسكرية ورفع القدرات وتأهيل الكوادر في مجال مكافحة الإرهاب. طبعا عملية مصر قامت قبل كده بعمليات كثيرة في لتدريب دول الساحل والصحراء على عمليات مقاومة الإرهاب، بالإضافة للتدريبات المشتركة اللي قامت بها مصر، وجميع التدريبات المشتركة بيكون فيها عنصر أو جزء من التدريب المشترك على عملية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأعمال المتسلين والتفتيش. طبعا مصر أجرت عدة مناورات سواء في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط، بالإضافة للداخل، بالإضافة للعمليات التدريبات المشتركة مع العناصر الشرطية والعناصر الأمنية. أنا بشكرك يا دكتور. دكتور خالد فهمي المتخصص في الشؤون الأفريقية. بعد الفاصل، إيه هي الألف الذهبية الأولى للطفل؟ ليه لازم يكون في متابعة دورية للأطفال؟ أهمية الكشف كمان الدوري عليهم، ده أهميته إيه بعد الفاصل؟ أطفالنا، أطفال النهاردة هم شباب المستقبل، علشان كده لازم احنا نهتم بيهم، وهناك كمان حرص من الدولة المصرية على إعطاء الأولوية خاصة للأطفال، إعلاء المصلحة العليا ليهم كمان بهدف الارتقاء بمؤشرات نموهم في كافة المراحل العمرية بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، مرورا بقى بمرحلة الطفولة المبكرة وأهمية الالتحاق بالحضانات، وده كمان بيشمل التربية الإيجابية للأطفال وبلاش استخدام العنف في تنشئة الأطفال منذ ولادتهم. ده كمان بيقول لك بلاش العنف حتى البلوغ لسنة 18 سنة. ده في جميع النواحي هيأثر عليهم، النواحي الصحية، التعليمية، النفسية، الوجدانية، الثقافية، مع كمان الاهتمام بالأطفال مش بس أول ما يتولدوا، لا بيقول لك كمان لازم نهتم بيهم من وهم لسه يعني ما تولدوش، أو لسه وهم يعني جنين في بطن الأمهات. احنا معنا في هذه الفقرة دكتورة هويدة أبو العلا، استشاري طب الأطفال، برحب بك. أهلا بك. الأخبار؟ الحمد كله لله. تمام؟ تمام. معانا تنضم إلينا دكتور رشا، دكتور رشا عمار، مديرة مستشفى أبو الريش للأطفال سابقا. طيب احنا قبل ما نبدأ هذا الحوار خلينا كده نتابع الأول ونشوف آراء الناس عن أهمية الكشف الدوري على الأطفال والمتابعة الصحية لهم. الحقيقة فعلا الدولة اهتمت كتير قوي بصحة الطفل، وخصوصا مع حياة كريمة، وان دلوقتي طبعا شال الأطفال، ولازم طبعا الطفل يكون في كشف دوري باستمرار عليه. المجهود ده ملموس على الأرض، ومش في مصر بس أو في القاهرة بس، ملموس في الأقاليم كمان، وأهالينا كمان في الأقاليم حسوا بده وحسوا بالاهتمام اللي بقت الدولة تديه لهم. دلوقتي الدولة مهتمة بالموضوع ده قوي، والوحدات الصحية كلها فيها الكشوفات دي، وبتهتم بصراحة. اي طفل بينزل بيتعمل له تحاليل، والحاجات دي كلها كويسه قوي. الدوله عامله حاجات كتير جدا للموضوع ده، فبيساعدنا اكتر. يعني الموضوع مليون صحه ده، وكذا حاجه عاملها، المبادرات اللي عاملها الرئيس للست دي حاجه كويسه جدا، بتساعدنا كتير. لابد يبقى في كشف باستمرار في الشهور الاولى بالذات، وفي الحمله خاصه قبل الولاده اصلا، وفي الشهور الاولى ليه بيبقى فيه اهتمام ومتابعه مع الدكتور اللي احنا متابعين معاه دايما. واحنا شايفين ان الدوله فيه اهتمام وفي مبادرات كتير بشلل الاطفال،
وبالكورونا وبغيره وبغيره في اهتمام كتير من الدوله. طفلي ده هو حياتي فلازم اهتم بيه، بعمل له كشف دوري طبعا بالمتابعه مع الطبيب بتاع الولاده او في مراكز خاصه بامور رعايه الطفل، بقدر ان انا اتابع معاه بحيث ان هو يكشف عليه يكون في اي شيء لازم بكتشف بدري علشان دي صحه ابني. ومن خلال حملات توعيه الاسره والاهتمام بالطفل وامور الطفل فده بيخليني احافظ على صحه ابني. اكشف عليه في اول ايام عمره، اشوف سمعه، اشوف ضربات قلبه، اشوف المخ عنده، اشوف قوه البصر، وكل ده حاجات لازم الاسره تعملها. وكده كده الدوله مسهلها الايام دي، يعني في حضرتك في مبادره رئاسيه لحمايه السمع للاطفال خلال اول 30 يوم من ولادتهم، دي مبادره كويسه. الدوله عامله مجهود كبير جدا في الامراض اللي هي خاصه بالاطفال زي التقزم وزي سوء التغذيه والحاجات الخاصه بالامراض اللي هي يعني ما كانش فيها اهتمام قبل كده، وفي حملات على فكره باستمرار، وفي الحملات اللي هي خاصه بقى بالتطعيمات الدوريه زي شلل الاطفال والتهاب الصحي والحاجات دي، دي حاجات كويسه جدا. عشان كده معدلات المواليد بقت عاليه قوي نتيجه اهتمام بصحة الأطفال. يعني دكتور هوايدة، طيب الأطفال، ويمكن احنا اتكلمنا أكتر من مرة عن الأطفال وإزاي نهتم بيهم وإن احنا يكون في نشأة صحية نفسيا وتعليميا وبدنيا ليهم، ده ليه؟ لأنه احنا ممكن في الأيام الأولى للأسف ممكن يتعرضوا لعدد من الأمراض احنا ما ناخدش بالنا، وبسبب عدم وجود كشف مبكر ليهم ده ممكن يكبر معاهم، لكن احنا ممكن نلحقهم في الألف الذهبية الأولى. طيب نبتدي نقول الأول إيه هي الألف الذهبية الأولى؟ إيه هي الألف الذهبية الأولى؟ الألف الذهبية الأولى دي الفترة اللي بتبتدي من أول يوم في الحمل 9 شهور، يعني 270 يوم، وبتكمل لغاية ما الطفل يتم سنتين من عمره، يعني 730 يوم. لو جينا جمعناهم كده على بعض هنلاقيهم بالظبط 1000 يوم. ليه بنسميهم ذهبية وليه هم مهمين؟ هم اسمهم ذهبية علشان الذهب ده حاجة غالية، يبقى معنى كده أن الألف دول هم مهمين جدا لحياة الإنسان. هي أسرع فترة نمو في حياة الإنسان، 85% من قدرات الطفل وذكائه وعقله، نمو عقله وقدرته على الإبداع والتعلم واستقراره النفسي والجسدي كلها بتتحدد في الألف يوم الذهبية الأولى دي. تيجي نبدأ من الأول خالص، من وقت ما الأم بتكون حامل وأول ما تعرف أنها حامل، هي في أول 3 شهور مش مطلوب منها، أول ما تعرف أنها حامل مش مطلوب منها أنها تاخد يعني حاجات زيادة أو فيتامينات زيادة غير الفوليك أسيد. برافو، صح، تمام. الفوليك أسيد بس، يعني تمام. أعتقد الفوليك أسيد بس، بلاش الحديد، بلاش الزنك، بلاش الفيتامينات اللي الدكتور ما يقولش عليها. خلينا نبتدي، نبدأ بقى من شهر الرابع. خلينا نبتدي من الأول شوية كمان. هي قبل الحمل لازم الأم تكون مهتمية جدا بصحتها الجسدية وصحتها العامة، لازم يبقى في غذاء صحي متوازن للأم. والفوليك أسيد الحقيقة هو بيتاخد كمان في أول 3 شهور زي ما حضرتك وضحتي من الحمل. أول 3 شهور من الحمل ليه مهم الفوليك أسيد؟ لأنه بيعمل وقاية للطفل من التشوهات اللي ممكن تحصل في الجهاز العصبي. علشان كده بنقول إن احنا ناخدها كمان قبل الحمل، قبل الحمل ونكمله أول 3 شهور في الحمل. طيب ده بالنسبة للأم. طب إيه تاني مهم تاني للأم؟ حقها إيه في الألف الذهبية؟ حقها إنها لازم يتعمل لها متابعة دورية طوال فترة الحمل بتاعتها، 9 شهور يبقى في متابعة دورية ليها. ليه؟ علشان نقدر إن احنا نلقط بسرعة علامات الخطر اللي ممكن تسبب عندنا تشوهات أو ممكن تسبب عندنا أمراض للجنين. زي إيه؟ زي حالات الأنيميا الحادة، زي أمراض القلب. الأنيميا لما هي يكون عندها أنيميا بسبب نقص الحديد، ده هيأثر على الطفل ازاي؟ طبعا بيأثر على الطفل. الأم اللي بيبقى عندها أنيميا هي أم ضعيفة، زي كده ما بتفكري بقول لحضرتك يبقى في بذرة بنحطها في الأرض. البذرة دي علشان تبقى تكبر وتبقى كويسة لازم الأرض دي تكون إيه؟ تكون مروية كويس وتكون الأرض خصبة. فالأم صحتها وتغذيتها وحمايتها كمان من الأنيميا مهم جدا. أنا عندي مشكلة. اتفضل. الحديد ما بيتاخدش غير في الشهر 8 أو 9. الحديد مفروض ان هو يتاخد الام لو عندها انيميا يبقى مفروض ان احنا لازم نديها الحديد علشان كده يتحلل. بالظبط، تمام، بالظبط. صوره الدم مهمه جدا. طيب ايه تاني كمان مهم ان احنا ناخد بالنا منه من الام؟ في امراض عند الام مهمه جدا ناخد بالنا منها لانها ممكن تصيب الطفل بتشوهات، زي التضخم في او اختلال هرمون الغده الدرقيه.
دي من الأمراض المهمة جدا. لما احنا بنعمل متابعة دورية للأم الحامل بنقدر ان احنا نكتشف المرض ده بدري ونديها العلاج بتاعه، وبالتالي نحافظ على الجنين من ان هو يحصل له أمراض أو تشوهات بعد كده. الطفل بيتولد بيبقى عنده نقص في هرمون أو اختلال في هرمون الغدة الدرقية. طيب ده بالنسبة للأم. كمان ايه تاني لازم تحافظ، ان تحاول انها تعمل شوية رياضة حتى ولو مشي بسيط وهي حامل. وهي حامل ده احنا اول ما بيعرفوا ان هم حوامل ما دي حاجات ممارسات، ما دي كلها من الممارسات يعني لا اقول لك لا انا مش هتحرك مش هتحرك، لا دي كلها من الممارسات الغلط اللي احنا لازم نوعيها ونعلم الام فيها. طيب مجرد ما ابقى الطفل خلصنا 9 شهور بتوع الحمل والام عملت فيهم المتابعه الدوريه وحافظت على صحتها وعلى تغذيتها السليمه وعملت كل الفحوصات اللي تقدر انها تطمن بيها على صحه الجنين بتاعها، اول ما الطفل بيتولد بقى، اول ما الطفل بيتولد حقه ان هو اول ما يتولد يتحط رعايه الجلد بالجلد مع الام، وان هو يشم ريحتها ويحس بيها وياخد اول رضعه منها. حقه ان هو في اول 6 شهور من عمره رضاعه طبيعيه مطلقه بدون اي اضافات. رضاعه طبيعيه مهمه للاطفال، لان بقى في موضه دلوقتي بنشوفها عند البعض لا. ندي لبن ندي لبن صناعي وده غلط جدا. ده طبعا غلط. منظمة الصحة العالمية وكل الدراسات والأبحاث أثبتت إن أفضل غذاء للطفل في أول 6 شهور من عمره هو لبن الأم، وهو كافي وفيه كل الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي مناسبة للطفل ده. تمام. بعد 6 شهور من عمره حق الطفل إن هو ياخد غذاء صحي متوازن يحافظ عليه ويحافظ إن هو ما يجلوش سوء تغذية. كمان مهم جدا في الفترة دي إن الطفل بيبتدي في الفترة دي ان هو يتعرف على الحالة من اللي حواليه عن طريق ان هو بيبتدي يزحف، عن طريق ان هو يبتدي يلعب. لازم الام تبقى فاهمة ايه هي قدرات الطفل في الفترة دي وتحاول تنميها. من بعد السنة الثانية بقى مهم جدا ان احنا يكون الطفل عايش في بيئة مستقرة نفسيا، تربية ايجابية. يعني اتكلم مع الطفل والعب معاه واقرا معاه واحاول ان انا اغذي وانمي قدراته العقليه، واحاول ان انا دايما اخليه في بيئه مستقر نفسيا، احميه من نفسنا احنا من ثورات الغضب ومن العنف. لازم اتكلم مع الطفل وافهمه، وبنبتدي في الفتره دي لما نضمن بقى السنه الثانيه يبقى احنا كده كملنا الالف الذهبيه بتاعه الطفل. مهم جدا كمان في الفتره دي التطعيمات بتاعه الطفل، ده حقه في الألف الذهبية إن إحنا نديله كل التطعيمات اللي هو محتاجها علشان حمايته من الأمراض. طيب أنا بقى عايز أتكلم عن المبادرات الصحية للأطفال، بقى في الكشف المبكر عن الأطفال، التقزم، السمنة، فيه كمان حاجات إجبارية. كلمينا عن المبادرات الجديدة الخاصة بالدولة المتعلقة بالاطمئنان على صحة الأطفال بشكل عام. حضرتك بتقولي الكشف المبكر، الكشف المبكر طبعا عن كتير من الأمراض ده بيعمل حاجة إن أنا بحد من الأعراض وبحد من التشوهات أو الإعاقات اللي ممكن تحصل للجنين لو أنا ما اكتشفتش المرض ده بدري. طيب ابتدينا نعمل فيه مبادرات كتيرة جدا جدا موجودة عندنا في الدولة، أهمها واللي لسه حديثا اللي هي مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ودي بتستهدف الكشف المبكر عن 19 مرض وراثي للأطفال حديثي الولادة في الحضانات الموجودة في مستشفيات وزارات الصحة. دي كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية هتبقى في المستشفيات الجامعية وفي الوحدات الصحية والمستشفيات الخاصة بعد كده. طبعا الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ده بيخلي يعني نحد من الإعاقات اللي ممكن تحصل للطفل، ولما نكتشف المرض بدري يبقى سهل جدا جدا ان احنا نقدر نعالجه. في كمان حاجات كتيرة زي المسح اللي بيتعمل دلوقتي في الوحدات الصحية عن اختلال هرمون الغدة الدرقية في الأطفال، وده بيتعمل إجباري لكل الأطفال عند عمر يوم، بيتعمل لهم إجباري مسح لاختلال هرمون الغدة الدرقية نقصه. ولو نقصه ايه اللي ممكن يحصل؟ الطفل لو ما تلحقش بدري واكتشفنا المرض ده بدري، هو اولا بيتولد طفل تماما سليم ما فيهوش اي حاجه غير انه نقطه نقص الهرمون الغده الدرقيه عنده بتبقى قليله.
لو ما تلحقش بدري لا قدر الله ده ممكن بيسبب للطفل إعاقات ذهنية، ممكن تسبب له تقزم، ممكن يسبب له معدل الذكاء بتاعه وتحصيله العلمي بيبقى. فلازم الكشف دي مهمة جدا جدا، انه جداً يكون في متابعة لنقص الغدة الدرقية دي، بتكون اعتقد القدم دي بتبقى بالظبط، هي بتبقى عبارة عن نقطة بتتاخد من كعب الرجل وبتتحط كده على ورق نشاف وبيتعمل للتحليل، ووزارة الصحة أو الوحدة الصحية لا قدر الله لو كان في أي اختلال في الهرمون بتبتدي تبلغ الأهل وبتصرف له العلاج بالمنان. الكلام ده يا جماعة مهم جدا للأمهات اللي بتتابعنا وبتتفرج علينا سواء السوشيال ميديا أو دلوقتي، مهم إن احنا نتابع الحاجات دي، مهم طبعاً إن احنا نطمن على أولادنا بدل ما يعني نكلف نفسنا بعد كده ونكلف الدولة الكثير من المبالغ علشان نعالج أطفالنا. طب احنا ممكن نلحقهم خلال سنتين، يعني التقزم أو المشاكل الذهنية أو الاضطرابات ممكن نلحقها بدري من خلال حاجات بسيطة معمولة ومبادرات من الدولة. في كمان حضرتك في التمثيل الغذائي اعتقد كمان، في حضرتك كمان اللي هو مرض الفينايل كيتونوريا، ده مرض برضو من ضمن الامراض اللي بيتعمل لها فحص دوري او مسح. اسمها ايه؟ فينايل كيتونوريا. اللي هو ايه بقى؟ ده مرض، ده هو من امراض التمثيل الغذائي اللي ممكن تصيب الاطفال. ولا قدر الله لو المرض ده علاجه على فكره بيبقى سهل جدا، بألبان معينه بتتصرف للطفل وبيبقى فيه نوعيات معينه من الغذاء الطفل ده بياخدها علشان نقدر ان احنا نحافظ. امراض التمثيل الغذائي اكتر ما بتصيب بتعمل اعاقات ذهنيه، فاحنا لو ابتدينا ان احنا ندي للطفل الالبان اللي هو محتاجها او بيبتدي الغذاء المناسب ليه بنحميه حماية كبيرة. ده بيبقى بسبب نقص اللبن مثلا؟ لا يا فندم، ده بيبقى هرمون معين كده بيبقى عند الطفل نقص فيه فبيزود مواد معينة في جسمه هي اللي ممكن تسبب له الإعاقات الذهنية دي. بيتعمل كمان في الوحدات الصحية مسح للإعاقات السمعية، يعني بيتعمل مقياس للسمع للأطفال، كل الأطفال حديثي الولادة بيتعمل لهم في الوحدات الصحية مقياس للسمع، وده بيقدر ان هو يحدد اذا كان الطفل لا قدر الله عنده ضعف في السمع ولا لا. وبالتالي برضو لو قدرنا ان احنا نكتشفه بدري للطفل ده وكان قبل ما يبتدي حتى ان هو يبتدي يتكلم، ده بيسهل له جدا مرحله العلاج بتاعته. الكشف المبكر عن الصفرة في الوحدات الصحية لما الطفل بيروح يتعب على طول، ده طبيعي، الصفرة دي بتبقى من اول الولادة بالزبط. ومعظم الاطفال بيبقى عندهم صفرة، معظم الأطفال، لكن في حالات من الصفرة بتبقى صفرة مرضية يعني نسبها بتبقى عالية جدا، ودي لو ما تلحقتش لا قدر الله برضو ممكن بتعمل إعاقات ذهنية وبتبقى تلف. دي بتكون بسبب إيه؟ لأن فعلا بيبقى في حالات صفرة صعبة قوي، دي بتكون بسبب إيه؟ الصفرة عموما هي نوعين، إما بتكون صفرة فسيولوجية اللي هي حضرتك بتتكلمي عليها ودي بتظهر من اليوم الثالث لعمر الطفل وبتستمر لغاية اليوم السابع أو الثامن وبعد كده بتبتدي تقل بالتدريج، ودي علاجها الوحيد هو الرضاعة، علاجها الوحيد هي الرضاعة. وفي كمان انواع معينه، وفي انواع معينه اللي هي لما بيرضع بتزيد عنده الصفره دي، لو مامته اعتقد او لا، الام لو فصيله دمها او لو ام فصيله دمها او ممكن الطفل بيبقى عرضه اكتر انه ممكن نتيجه اختلاف الفصائل يحصل له تضارب ويحصل شويه تكسير بالظبط بالظبط كده يا فندم. فزي ما بقول لحضرتك دلوقتي عندنا مبادرة الأمراض الوراثية، في مبادرة عن السمنة، اكتشاف السمنة والتقزم والأنيميا، ودي كانت موجهة للأطفال في المرحلة الابتدائية علشان نقدر الطفل لما بيكتشف بدري أنه هو عنده أنيميا أو عنده تقزم أو سمنة بنبتدي يعني الأطفال المصابين بيتعمل لهم كروت وبيروحوا التأمين الصحي وبيتصرف لهم العلاج المناسب لده. أنا بشكرك دكتور هويدة على وجودك النهاردة معنا وعلى كل هذه النصائح، لأنه فعلا المواضيع دي ما ينفعش أن احنا نغفل عنها. صحة الأطفال دي من أهم الحاجات اللي احنا لازم دايما نتابعها باستمرار، ما نقولش خلاص هو طفل صغير بقى يعني مش مهم لما يكبر بهتم بيه، لا بالعكس. لا فعلا الألف يوم الذهبية من وهي حامل، وياريت ما حدش يشرب سجاير جنبها أكيد، وياريت ما حد ولا هي حتى يعني وهي بتشرب سجاير بلاش دي حاجة مضرة جدا. وعلى إيه؟ على إيه ده؟ الأطفال دول نعمة من عند ربنا، فنحافظ عليهم علشان دي مسؤولية كبيرة. شكرا ليك دكتور هويدة ابو العلا استشاري طب الاطفال، بشكرك على وجودك معانا ونورتينا. شكرا ليك. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل بقى النموذج بقى اللي احنا دايما الفقره الاخيره بيكون معانا نموذج كده بنقتدي بيه بعد الفاصل.
آخر فقرة معنا النهاردة فقرة النماذج المضيئة، معانا متخصص في الفيزياء النووية. مجال صعب جدا، والفيزياء النووية لما تسمع اسمها هتتخض. يعني إيه فيزياء نووية؟ يعني إيه استخداماتها؟ فوائدها؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفي دكتور أحمد عادل محمد، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة القاهرة، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الفيزيقية في عام 2020. المزيد هنشوف هذا العرض ونرجع مع دكتور أحمد. دكتور أحمد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك أستاذ في الفيزياء النووية، أولا عايزين كده في البداية نبسطها للمشاهدين، يعني إيه فيزياء نووية؟ هو حقيقة علم الفيزياء النووية ده أحد فروع علم الطبيعة أو علم الفيزياء اللي بيهتم بدراسة وتفسير كل ما يخص نواة الذرة والجسيمات المكونة للنواة، يعني البروتونات، النيوترونات، القوة النووية اللي بتربط بينهم، كذلك دراسة الإشعاع المنبعث من الأنوية غير المستقرة. فعلم الفيزياء النووية بيشمل حاجات مختلفة زي مثلا دراسة التفاعلات النووية، الإضمحلال الإشعاعي، الانشطار والاندماج النووي، كل ده بيتم في حي الصغير. أنا قلت لك بسط لنا يعني بسط لنا مش يعني ببساطة خالص، هي دراسة مكونات النواة الذرة والقوة اللي بتربط بينها. تمام. طب ليه اهتميت بالمجال ده حضرتك يا دكتور؟ يعني اشمعنى المجال ده ومين القدوة؟ يعني ومين اللي بتحتدي بيه في هذا المجال؟ هو اللي جذبني لدراسة الفيزياء النووية والفيزياء عموما هو الفضول، يعني الفضول لفهم العالم من حولنا، معرفة القوانين اللي بتحكم سلوك الجسيمات، بين الجسيمات اللي هي دون الذرية اللي هي اتوميك بارتكلز وحتى الأجرام السماوية. فالفيزياء النووية ودراستها بتحاول تجاوب عن أسئلة مختلفة، يعني مثلا إيه هي طبيعة القوة النووية اللي بتربط بين مكونات النواة؟ إيه هي أثقل الأنوية اللي ممكن والذرات اللي ممكن تتواجد؟ هل من الممكن أن تتواجد الأنوية زي فائقة الثقل لفترات عمر نصف كبيرة؟ إيه هي خواصها الفيزيائية والكيميائية؟ هل ممكن تتواجد في النجوم مثلا من خلال تفاعلات الاندماج النووي الموجودة هناك؟ كل دي تساؤلات دي دفعتني لدراسة هذا المجال من الإيه؟ من علوم الفيزياء وعلوم الطبيعة. كثير من العلماء مصريين واجانب او ليهم اسهامات كبيره جدا في علم الفيزياء النوويه، وكان ليهم قدوه بالنسبه لي. يعني مثلا العلماء المصريين نجد الاستاذ الدكتور علي مصطفى مشرفه، الله، ده يعتبر اينشتاين العرب، وده كان اول عميد لكليه العلوم. صحيح. كذلك الاستاذ الدكتور محمد عبد المقصود النادي، ده برضو كان ليه اسهامات في الفيزياء النوويه النظريه. العلماء الاجانب اللي كان ليهم قدوه بالنسبه لنا كان عالم كبير اسمه انريكو فيرمي، هو عالم فيزيائي ايطالي أمريكي حصل على جائزة نوبل سنة 1938، وكان من ضمن الفريق الذي أنتج أول مفاعل نووي، وكان شديد الحماس لكشف أسرار الذرة وكشف القوانين الإحصائية اللي بتحكم الجسيمات وهكذا. لا أنا معاك، أنا معاك. فدي كانت العلماء الأساسيين اللي كان ليهم تأثير قوي في وكقدوة بالنسبة للفيزياء النووية. الفيزياء النووية يمكن ليها استخدامات عديدة جدا، يمكن الحاجة اللي ممكن تهم المواطن العادي فكرة إن هي كمان ليها مساهمات في اكتشاف علاج لأنواع معينة من الكانسر، السرطان. لو تكلمنا عن استخداماتها، إيه فوائدها؟ يعني الفيزياء النووية بتدخل في إيه؟ هو علم الفيزياء النووية كأي نوع من العلوم ليه تطبيقات مختلفة ومتعددة. يعني مثلا أول مجال ليه مجال الطاقة،
فاول حاجه الطاقه النوويه ده مصدر مهم لانتاج الطاقه. معظم الطاقه النوويه اللي موجوده في العالم بتستخدم مفاعلات انشطاريه او يسمى فيشن رياكتورز، وجيل جديد منها انشطاريه اللي هي الفيشن رياكتورز او اللي معتمد على المواد الانشطاريه زي اليورانيوم او البلوتونيوم او كده. جيل جديد من المفاعلات دي امنه للغايه ويمكن الاعتماد عليها، عشان كده احنا في مصر بنحاول دلوقتي نكون مفاعلات انشطاريه زي اللي موجوده في الضبع. كذلك في مفاعلات الاندماج النووي بقى اللي هي الفيوجن رياكتورز، ودي مفاعلات في مرحله تجريبيه لسه، لان المجتمع الفيزيائي النوويه بيستكشف دلوقتي الظروف والشروط اللازمه للتحكم في طاقه الاندماج النووي، لان الشروط بتاعتها وجود شديده الحراره وكثافه في المعامل زي الظروف الموجوده في الاجرام السماويه والنجوم، فده صعب للغايه في المعامل. فدلوقتي العلماء بيحاولوا يتحكموا في طاقه الاندماج النووي، يبقى دي اول استخدام ليها اللي هو مجال الطاقه. ثاني حاجه في المجال الطبي زي ما حضرتك قلت من شويه، ان هو ليها مجال الفيزياء النوويه ادت لتطوير تطور كبير في مجال التشخيص وطرق التشخيص والعلاج اللي بنسميها ميديكال دايجنوستكس، يعني مثلا التشخيص الطبي. تشخيص طبي، اضافه لتشخيص مثلا مرض السرطان والمساعده في علاجه، ادى تطوير مثلا الطب النووي للكشف عن مرض زي مرض الزهايمر وفرط نشاط الغده الدرقيه وتقييم مرضى الشريان التاجي. كل ده كان ابحاث الفيزياء النوويه كان ليها اسهامات في تطويرها. كذلك برضو تحسين تقنيات التصوير النووي، يعني مثلا ما يسمى نيوكليير ايمجينج تكنولوجيز، زي مثلا الرنين المغناطيسي او التصوير المقطعي البوزيتروني البوزيترون ايميشن توموغرافي. كل ده سمح للاطباء بتشخيص انواع مختلفه من الامراض في مراحلها المبكره. كذلك استخدام المستحضرات الصيدلانيه المشعه اللي بنسميها راديو فارماسوتيكال، دي ممكن تستهدف العضو المعالج مباشره، يعني ما اثرش على الاعضاء المجاوره، وده بيؤدي الى عدم تلف الاعضاء المجاوره وعدم اصابتها. كل دي من ضمن المجالات استخدامات الطاقه النوويه. كذلك ممكن نستخدمها في علم الاثار والفن. ازاي؟ فممكن تستخدم الطاقه النوويه لمعرفه تاريخ بدقه مثلا المومياويات باستخدام نظير الكربون المشع او المعروف باسم كربون 14، وده بيستخدم في نطاق واسع في هذا النوع من التاريخ. حصولك على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الفيزيقية عام 2020 ده كان أهميته إيه ويمثل إيه لحضرتك؟ وده يعني قولي نتيجة لإيه؟ يعني كان هناك بعض الأبحاث اللي حضرتك ساهمت فيها، بعض الدراسات، يعني ده كان أهميته إيه بالنسبة لك؟ هو طبعا حصول على جائزة الدولة التشجيعية ده شرف عظيم يحرص عليه وتكريم يطمح إليه كل باحث مجد، بالذات في بداية مشواره العلمي. فجائزة الدولة التشجيعية بالنسبة لي تعتبر شهادة تقدير من الدولة للجهود البحثية المبذولة للفريق البحثي الذي أنتمي إليه في جامعة القاهرة. فالحمد لله أنا شاركت مع الفريق البحثي في نشر حوالي 37 بحث محكم دوليا، وكانت الجائزة دي تتويج لهذا المجهود. صحيح. طيب عادة لما بيبقى عندنا يعني جوائز أو في كمان يعني تقدير سواء من الدولة أو الجهات المختلفة، ده بيخلي دايما الساينتست أو العالم أو الباحث بيبقى عنده شغف أكثر إن هو يحقق المزيد. حضرتك نفسك تحقق إيه؟ طموحاتك يعني الأبحاث دي كلها نفسك توصل بيها ليه؟ هو الجائزة بتديني دافع إن أنا أبذل أقصى ما لدي من جهد وأعمل أكبر عدد من ممكن من المشاريع البحثية بالتعاون مثلا مع عدد من المعاهد البحثية الدولية المتخصصة في مجال الفيزياء النووية، ليس فقط للحصول على جوائز أخرى ولكن لتكوين مدرسة علمية متخصصة في هذا المجال في مصر. هل احنا عندنا في مصر، واخيرا ده سؤالي الاخير، هل احنا عندنا في مصر الكثير من العلماء المهتمين بالفيزياء النووية زي حضرتك؟ في كتير جدا في الجامعات المختلفة وفي المعاهد البحثية علماء متميزين، ممكن احسن واكبر كمان في الفيزياء النووية. حضرتك سنك قد ايه تقريبا لو ممكن اعرف؟ 39 سنة. ما شاء الله. لا انا بس علشان حقيقة انا بكون بتشرف جدا لما يكون عندنا علماء ونماذج وناس عندها هذا الفكر وهذه العقلية ويكون سنها صغير زي حضرتك، فبنفتخر جدا بيهم وكل الدعم وكل التقدير، ويعني keep going on، استمر في أبحاثك وإحنا بنشجعك ومعاك، وبلدك كمان أكيد بتدعم حضرتك، وإحنا كمان يمكن الفترة الأخيرة بقى في دعم أكثر للبحث العلمي، محتاجين المزيد، أكيد محتاجين المزيد، ولكن بكون بجد سعيدة جدا لما بلاقي ناس عندها هذا الشغف في العلوم وفي الأبحاث، لأن هو ده المستقبل، هو ده اللي بيقود الدول، الاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بعلمائنا وباحثينا
هو ده الأساس. أي دولة متقدمة بتتقدم بيكون من خلال علمائها، وإحنا ما شاء الله عندنا في مصر يعني زي ما أنتم شايفين دكتور أحمد من ضمن نماذج كتيرة بتكون معانا هنا في آخر ساعة، بنكون فخورين بنهتم جدا، والإعداد طبعا بيبذل كل المجهود علشان يدور على هذه النماذج اللي عندنا في مصر، بنفتخر جدا بيكم. دكتور أحمد عادل محمد أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة القاهرة، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الفيزيقية في 2020. شكرا ليك يا فندم، وبشكركم كمان مشاهدين على حسن المتابعة. بكرة حلقة جديدة ويوم جديد، تحياتي، كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران ومن فريق العمل، إلى اللقاء.